استقبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين سعادة السيد كينيث فيليك سيدا نوبريغا وكيل وزارة الخارجية للشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا بجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بحضور سعادة الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وفي بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوات الدفاع البحرين بسعادة وكيل وزارة الخارجية والشرق الاوسط واوروبا وافريقيا بجمهورية البرازيل الاتحادية مشيدا معاليه بالعلاقة القائمة بين البلدين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالمجال الدفاعي والسبل الكفيلة بتطويره وخلال اللقاء تم التوقيع على اتفاقية التعاون في الشؤون الدفاعية بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة لجمهورية البرازيل الاتحادية في مجال التعاون العسكري والتي تسهم في دعم وتعزيز العلاقات العسكريه الثنائيه المشتركه بين البلدين الصديقين حيث وقع عن الجانب البحريني سعاده وزير شؤون الدفاع وعن الجانب البرازيلي سعاده وكيل وزاره الخارجيه للشرق الاوسط واوروبا وافريقيا بجمهوريه البرازيل الاتحاديه